طيب أنا رح أمشي قبل ما توصل صديقتك. لا لو خليك شوي. لا لا خليني أمشي، أصلا هي ما بتعرف إني أنا هون. طيب مثل ما بدك. اتفقنا عن النص والحلقات؟ اتفقنا. يعني رح نمضي بكرة؟ نمضي. لك وأنا أجد بتسلم علي وبتمشي أوكي؟ يا ربي شو صاير شو فيه؟ تمارا قوليلي شو بعمل بحالي؟ وين بروح؟ ليلى شو بكي شو صاير لك؟ من شوي ما كان بكي شيء. مني قادرة بقى اتحمل، مني قادرة بقى اتحمل. طب فوتي فوتي. بقى فيي تمارا عن جد مني قادرة بقى اتحمل. ليلى روقي كرمال الصبي. كان بعد في سيرج، كان بعد في سيرج. طيب انا رح اخذ الصبي عجنيني بالاذن. بدي خبرك خبرية كتير حلوة. انت شو اسمك؟ شو فيه؟ شو بك حبيبي؟ قلي ليه زعلان؟ كان عندي اخت اسمها غادة بس ماتت. وانا كمان الماما ماتت. عن جد؟ اي ماتوا؟ مش مهم حبيبي مش مهم. على أساس أنا اللي كنت مجنونة بالمجمع وما حدا كان معبرني من وقت ما أخذت هيدا البيت، كل ما واحد تفقص معه ولا بيزعل بيجي لعندي صار بيتي أنا ملقى التعسة والمظلومين. طبيعي. وبعد رح يصير أكتر بكتير من هيك. مين شرف هلا؟ رولا بنت عمي كمان لهيئة هيدي من هارم ونيلة نايمة. الحمد لله إنه شهيد طلع عند الرهبات الليلة وقلام كنت فرشت بالأرض الليلة. تمارا هودي القصص كلهم اللي عم بيصيروا معك هلا لازم تخزنيهم براسك. قصص قصص كلها بترجع بتستعمليها بعدين. حاسة انه ما بقى شايف فيها الا كاتبة وبس. وكاتبة كبيرة كتير كمان. بكرة بتشوفي. انا صار لازم امشي. يلا حبيبي انا راجعة اوكي؟ روح العب شوي منيك. تمارا انتبهوا على الصبي منه منيح ابدا وكثير متضايق. انا مني ما بكون متضايق على كل شيء عم بيصير معه.